البرد ده؟ يا ساتر يا رب، الجو برد، الجو تلج، انا مش مستحملة. وايه الفيلم اللي جاي النهاردة ده كمان؟ فيلم رعب؟ فيلم الرهبة؟ لا، كله الفيلم ده. ريموت، فين ريموت؟ ريموت اخر السفرة يا جماعة. بابا، ماما، مش ممكن حد يجيب لي ريموت؟ عايز اغير الفيلم، ما انا مش قادرة اقوم، انا بردانة جدا. حد يجيبولي يا جماعة. ليه كده؟ ما بحبهوش الفيلم ده. طب يا جماعة معلش، ممكن حد يعمل لي حاجة سخنة ويجي يجيب لي الريموت؟ طب معلش يا جماعة، ممكن حد يجيب لي حتى طبق فشار اتسلى بيه وانسى الحاجات دي ويجيب لي الريموت؟ طب حاجة ساقعة، بيبس، بيبس، وحد يجيب لي الريموت. انا متنازلة، المهم اي حاجة. طب يا جماعة ممكن الرهبة طلعت من التلفزيون. انصرفي انصرفي. ماما، ايه ماما اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه ماما، هي ناقصه رعب؟ طب يا ماما معلش جدعه، ممكن تجيبي لي الريموت اللي اخر السفره؟ ليه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ الساعه واحدة وده رابع فيلم يجي رعب. يا رب تموتوا يا اللي بتمرنا افلام الرعب وتخوفونا في عز البرد ده. ايه ده يا ماما؟ انت مش لسه معديه من هنا يا ماما؟ قلت لك ما تخضنيش كده. مش ماما، مين؟ حرامي؟ يا جماعة حرامي في البيت، قوموا، في حرامي. تفضل، أول أوضة على إيدك الشمال. تفضل، خدت كل حاجة. طب معلش ممكن اللابتوب بتاعي، بحتاجه في الشغل، اللابتوب بس، مش هتسيبولي؟ قليل عوضوا من رعب. طب معلش ممكن يا فندم طلب، يعني طلب، ممكن تديني حضرتك ريموت لاخر الصفحه؟ اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. طبعا مشكله بروده الاطراف دي من اكتر المشاكل اللي بتواجه معظم الناس وبتزيد قوي قوي في فصل الشتاء. في سبب كلنا عارفينه، وهو انه مع انخفاض درجات الحراره طبيعي ان انت بتشعر ببروده كبيره جدا، سواء في الايد او في الاقدام، ودي ممكن يعني نحلها بحاجات بسيطه او سهله، زي مثلا ان انت لو تلبس شراب تقيل او تلبس جوانتي تقيل او تشرب حاجه سخنه او تقوم تتحرك كل شويه والتانيه، كل ده بيساعد على انك تحس ان انت يعني خلاص بدات تتدفى والبرد بتاع الاطراف الشديد ده يبدا يقل. لكن مع الاسف في 8 اسباب تانيه مهمه جدا وخطيره ممكن تؤدي لبروده الاطراف، ولازم لو اكتشفت اي سبب عندك منهم يبقى تعالجه وتدور على علاجه. فانا في حلقه النهارده هختصر عليك المشوار ده كله، وهقول لك ايه هم اخطر 8 اسباب واهم 8 اسباب لبروده الاطراف، وازاي تعالج كل سبب منهم. بس قبل اي حاجه ما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، فعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. اول سبب وهو انخفاض عنصر الصوديوم في الجسم، وده بيحصل اكتر مع الناس اللي ماشيه على نظام الكيتو دايت. زي ما انتم عارفين نظام الكيتو دايت هو نظام بنقلل فيه الكربوهيدرات وبنرفع الدهون. لما بتقلل الكربوهيدرات سوائل كتير جدا من جسمك بتخرج وبيفقدها وبتخرج معاهم الاملاح، وعلشان كده لما بيقل الصوديوم في الجسم ده بيؤدي بشكل كبير جدا لبروده الاطراف. ايه الحل بتاعه؟ الحل بسيط جدا، ان انت لو ماشي على نظام الكيتو دايت لازم ما تنساش انك تاخد ملعقه ملح او ملعقتين ملح في اليوم على الاقل، علشان تحافظ على نسبه الصوديوم زي ما هي. واحنا اتكلمنا على الموضوع ده بشكل مفصل في فيديو عن الكيتو دايت، اللي ما شافوش يقدر يشوفه من الدايره اللي هتطلع لكم فوق. تاني سبب هو انخفاض هرمونات الغده الكظريه في الجسم، او بما يسمى كده بمرض اديسون او اديسون ديزيز. علشان تبقوا فاهمين، الغده الكظريه دي من اهم الوظائف بتاعتها انها بتعمل ايه؟ بتنظم نسبه المعادن في الجسم بما فيهم الملح. وعلشان كده في مرض اديسون الغده الكظريه بتتوقف تماما عن افراز الهرمونات بتاعتها، وبيحصل انخفاض حد في الصوديوم. وعلشان كده علاج الحاله دي برضو ان انت تكون حريص على انك تاخد من ملعقه صغيره لملعقتين ملح في اليوم، علشان تقدر توازن الموضوع ده وتوازن الفاقد من جسمك من الصوديوم او من الاملاح. ثالث سبب ويمكن من اشهر الاسباب وهو خمول الغده الدرقيه.
الغدة الدرقية بتحصل لها حالة خمول لما الواحد يوصل فوق 60 سنة، أو بتحصل بشكل كبير جدا مع النساء. بس الحمد لله في عنصرين مهمين جدا بيأثروا على الغدة الدرقية، وهم اليود والسيلينيوم. اللي بيحصل في حالة الخمول إن العنصرين دول بيقلوا. طيب علشان أنا أحول الغدة الدرقية من الخمول لأنها ترجع تشتغل تاني، يبقى أنا محتاجة أزود العنصرين دول في جسمي اللي هم اليود والسيلينيوم. طيب إيه أشهر الأكلات اللي ألاقي فيها العنصرين دول؟ من أشهر الأكلات هي المأكولات البحرية، وخصوصا الأسماك زي سمك التونة والسردين والسلمون واللحوم بشكل عام، وكمان البيض. دي من أهم العناصر اللي بتزود العنصر بتاع اليود والسيلينيوم، وبالتالي بيعالجوا مشكلة خمول الغدة الدرقية. السبب الرابع هو مرض السكر، خاصة لو كنت بتعاني من مشكلة في الأعصاب زي مثلا تلف الأعصاب في الأطراف السفلية أو حتى في الإيد، وبالتالي هيبدأ الدم اللي بيتدفق إن هو ينخفض شوية. ومهم قوي في الحالة دي إنك تهتم إنك تظبط السكر، وتاني حاجة ركز مع الأطراف علشان لو حصل جرح أو أي حاجة تبقى واخد بالك وتقدر تعالجه بشكل سريع. السبب الخامس بقى وهو الأنيميا أو فقر الدم. فأثناء فقر الدم الشخص بيبقى عنده عدد الكرات الدم الحمراء اللي بتشتغل بشكل صحيح بيبقى أقل بشكل كبير جدا من الشخص العادي بسبب نقص الحديد. طيب عشان تفهموا القصة تخيلوا معايا، هي دي كرة الدم الحمراء شايلة جواها بروتين غني بالحديد اسمه هيموجلوبين. الوظيفة أو من أهم الوظائف بتاعته إن هو بينقل الأكسجين من الرئة للجسم كله. اللي بيحصل في المشكلة دي إنه الحديد بيقل والهيموجلوبين بيقل، وبالتالي مش بتشتغل ومش بتطلع الأكسجين من الرئة للجسم كله، وبالتالي بيحصل برودة شديدة في الأطراف. بس الحمد لله ما تقلقوش، الموضوع ده حله بسيط جدا. أول حاجة إن إحنا بنعمل فحص دم علشان نتأكد إنه فعلا في أنيميا، ولو كان بتتعالج بشكل بسيط جدا باستخدام مثلا حقن أو باستخدام مكملات بتحتوي على حديد، ومن أشهرهم فيروجلوبين أو فيرترون. الاثنين دول من أشهر المكملات ومتوفرين في الصيدليات. لو تأكدت أن أنت عندك أنيميا طبعا هترجع للعلاج ده. سبب مهم جدا وهو ظاهرة رينود أو رينود سيندروم. اللي بيحصل يا دكتورة في الظاهرة دي؟ اللي بيحصل أنه بيبقى فيه تشنج في الأوعية الدموية وضيق في الشرايين بشكل كبير، وده بيخلي أن الدم ما يوصلش للأطراف. الظاهرة دي بتحصل عند الناس اللي فوق 50 سنة أو الناس اللي بتعاني من مرض السكر. أعراضها أنه طبعا بتشعر ببرد شديد جدا في الأطراف، وكمان بتتحول الأطراف للون سواء الأبيض أو الأزرق أو الأحمر. طيب علاج الظاهرة دي بقى ان احنا نعمل ايه؟ دلوقتي انا عندي ضيق في الشرايين وضيق في الاوعية وانه الدم مش واصل للاطراف، يبقى انا محتاجة اخد ادوية تحسن الدورة الدموية. ومن اشهر الادوية اللي بتساعد على تحسين الدورة الدموية هو دواء ترينتال 400 SR. ده دواء متوفر وموجود ما فيهوش اي مشكلة، بس طبعا يعني قبل ما تستخدمه لازم ترجع للدكتور علشان يحدد معاك الجرعة والفترة اللي انت هتستخدمه فيها. سابع سبب مهم جدا وهو نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ده مهم جدا، واول ما بينقص بتحس على طول ببروده في الاطراف. فيتامين بي 12 ده موجود بشكل طبيعي جدا في اللحوم وموجود في منتجات الالبان، لكن للاسف الجسم مش بيصنعه، علشان كده لما بينقص بحتاج ان انا اخده في صوره مكملات او حقن. قبل ما اقول لكم على الادويه اللي ممكن تلاقوا فيها فيتامين بي 12، لازم تعرفوا ايه الاعراض اللي لو شفتوها على نفسكم تعرفوا ان انتوا عندكم نقص العنصر ده. من اشهر الأعراض وهي مشاكل في الحركة والتوازن، أو حالات إغماء متكررة، أو ممكن تلاقي الجلد بتاعك بقى لونه شاحب، أو ضيق في التنفس مش قادر تاخد نفسك، وبتلاحظ تقرحات كتيرة في الفم. لو العلامات دي فعلا موجودة عندك يبقى أنت بتعاني من نقص فيتامين بي 12. في أدوية كتير جدا، لكن خليني أقول لكم أنه أشهر حقن موجودة في الصيدلية هي ديبوفيت بي 12. دي حقن غنية جدا بالعنصر ده، وبتساعد على أنها ترفع نسبة العنصر في الجسم. تامن سبب وأخطر سبب وهو التدخين. التدخين من أخطر المشاكل اللي ممكن تصيب الأوعية الدموية، لأنه بيعمل تلف للأوعية الدموية. ومش بس كده، بعد مرور فترة من التدخين بيعمل انسداد كامل للأوعية الدموية اللي موجودة في القلب. فطبعا أنا نصيحة مني لكل مدخن إنك تحاول تقلل بقدر الإمكان من دلوقتي علشان تقدر بعدين إنك تقطع أو يعني تتخلى تماما عن العادة دي. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة، وقدرت أقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير الفيديو في كل حتة، وأشوفكم على كل خير الحلقة الجاية إن شاء الله.
باي باي.